والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم. نستكمل فكرة اللي بدأناها من حلقة أو اتنين لما جه الخاطر بتاعنا فكرة ألفه أو أبجديات علاج تأخر الإنجاب. هي الفكرة جت منين؟ جت من إن إحنا كان الهدف مش نسمع معلومات، مش نسمع كتب، مش نسمع مراجع، مش اجي اجيب مذكرات وابدا اقراها عليكم. دي سهله تحصل، لكن في النهايه انا عايز المحصله توصل لكم. بالنسبه للانجاب دايما والعلاقه الزوجيه مش المعلومات، لا، اهم من المعلومه ان انا هتوصلك الفايده. انت عايز فايده. في الحلقتين اللي فاتوا لو لخصنا الكلام اللي احنا قلناه هنقول ايه هي اول ابجديات اتكلمنا فيها. رقم واحد قلنا نبتدي منين، نروح لمين من أطباء. احنا قلنا عشان نروح في علاج تأخر الإنجاب نبدأ نتوجه أولا لدكتور إنجاب، دكتور مركز في الإنجاب، لو حتى ما تعملش لسه في مصر تخصص اسمه تأخر إنجاب، على الأقل في تخصصات فيها أطباء ركزوا في الإنجاب وسابوا بقية التخصص. في المسالك البولية في دكاترة بدأت تركز في الإنجاب وتنسى شوية شغل الحصوات والبروستاتا والعمليات والكلام ده. في النساء دكاترة سابوا شوية شغلة القيصريات والليدات والسويط والكلام ده والدم والنزيف والعلاج، وبدأوا يركزوا في علاج تأخر الإنجاب ومشاكل الإنجاب. في أمراض الذكورة اللي بدأت بعض الجامعات تنفرد بيها شوية وتحل الصدام اللي ما بين المسالك البولية والجلدية ومين ياخد التناسلية هنا ولا هنا ولا هما الاثنين، بدأت تقول لا نحل الصدام ده ونعمل تخصص اسمه أمراض الذكورة، واللي عايز من المسالك او من الجلد يشتغل ذكوره ينفرد بالذكوره. او الاجيال الجديده مفيش حاجه اسمها يشتغل مسالك وذكوره او جلديه وذكوره، لا يشتغل ذكوره بس وخاصه في الجامعه، بقى في اقسام اسمها اقسام ذكوره. يبقى هروح لمين من الدكاتره؟ لدكتور شغال علاج انجاب ان كان بتاع مسالك وذكوره او بتاع النساء وانجاب، بس سايب الجزء الاولاني متجنبه شويه وشغال مركز في الانجاب. وهتلاحظوا في المراكز الخصوبه معظم اطباء اللي عملوا مراكز خصوبه بتوع النساء او بتوع المسالك والذكوره كمان سابوا بقيه الملعب ولعبوا في مربع اسمه علاج تاخر الانجاب وعلاج الخصوبه. مع ان اللي ما بين قوسين بلومهم شويه ان هم جوه المركز بدل ما يعملوا تيم يعالج، لا بدا عيادات، عياده نساء جوه دكتور نساء ودكتور ذكوره. لا انا نفسي نوصل شبه الكمال شويه، يبقى تيم يعالج او طبيب يعالج الاثنين او الحاله. ده قلنا نروح لمين. طيب مين اللي يروح؟ قلنا بعد كده الزوج والزوجه لازم ايدهم في ايد بعض، ما فيش زوج يروح في اتجاه وزوجه تروح في اتجاه، لازم هما الاثنين ايدهم في ايد بعض يروحوا لنفس الدكتور او نفس المركز او نفس العياده. ليه؟ لان ورق الزوج والزوجه بيكمل بعض. ما ينفعش ان انا زي زمان اعالج الزوج في اتجاه والزوجه في اتجاه ونحاول التوهان دي، واللي كلكم عايشين كتير جدا عايشين التوهان ده، ان اضعف الايمان اللي تاهوا قبل كده وبداوا يعرفوا الطريق دول وصلتهم المعلومه. لكن الكلام ده موجه للناس الجداد اللي هم لسه هيبحثوا عن علاج تاخر انجاب من جديد. يا جماعه الزوج والزوجه ايد واحده، لان مفيش حاجه اسمها علاج رجل وعلاج ست، لا في علاج قبل، علاج زوج الزوج او الزوجين، علاج الاسره دي مع بعض عند طبيب واحد. نفس الكلام كنت دايما بقوله ان ورق الزوج والزوجه بيكمل بعضه، مفيش حاجه اسمها زوج ضعيف او زوجه ضعيف. من البدايه ممكن يكون زوج صفر، ده وقتها بقول للزوجه تستمر تقعدي معانا متراقبه الموقف او تقعدي في البيت لحد ما نطلبك وانا اللي هطلبك. او زوجه فيها مشاكل جامده جدا تقريبا تبويضها صفر، دي حاليا علاجها مش هقول مستحيل، صعب لحد ما يشوف ايه حاجات جديده خلايا جذعيه او غيرها. في الوقت ده بقول للزوج متمسك بها، اوكي عايز تشوف فرص تانية حقك.
لكن ما عدا ذلك زوج منتج وزوجة منتجة بأي نسبة يكملوا بعض ويتعالجوا في نفس الوقت. ما أقدرش أرمي على طرف من الطرفين، ودي مشكلتنا كتخصصين. لما الزوج وزوجة كل واحد في اتجاه، كل واحد حاجة من الاثنين، يا إما أنا أزهق من الزوج وأقول له لا المشكلة عند الزوجة، يا إما دكتور النساء خلاص خد كل فرص، أو مش يا إما مش فاضي، يا إما خلاص بالبلد كده اتعشت والحالات كتيرة، يروح رامي الزوجة يقول لا الزوج اللي عنده المشكلة، أصل النسبة دي هي اللي ضعيفة، وروح رامي الزوج، أو خد كل فرص العلاج يقول لها روح الزوج اللي عنده الضعف. لا الموضوع لا كده ولا كده. أجي ألاقي الزوجة تقول أصل جوزي تحيل ضعيف، أو العكس الزوجة يقول الزوجة عندها تكيس مثلا، أو عندها عايزة منشطات مثلا. الكلام ده كله لازم يبدأ يتنسي، لازم نبدأ من جديد فكرة الأبجديات اللي احنا بنقول عليها. الزوج والزوجة بيكملوا بعض، فهمش حد ضعيف، وهقولها الضعيف بيفقس الضعيف، لأن لو حد فيهم قوي من ناحية الخصوبة هيشيل التاني الضعيف. وديت أكتر من مثل قبل كده، قلت لو هنشيل لو في مركب واتنين بيجدف واحد ضعيف التاني بيشيله، لو الاتنين ضعيف المركب هتقف، اتنين لو ضعاف لو يعني واحد بيجدف ضعيف والتاني بيجدف قدامه ضعيف المركب تقف. بعرفها ازاي؟ مجرد ما شفت احدهم ضعيف، في الغالب التاني ضعيف، او يا اما ضعيف يا اما صفر، لكن مش قوي، لان لو قوي الخصوبه ما يبهاش بنفسه قوي. لو قوي الخصوبه كان شال الضعيف، يعني لو مكتب هيشيله اتنين واحد ضعيف قوي هيشيله وهيعوضه وهيشيله المكتب. ايه اللي هيخلي المكتب ما يتحركش؟ ان ده ضعيف والتاني ضعيف. يبقى يا دكاترة خصوبة، يا دكاترة علاج تأخر إنجاب، يا أسر، أي أحد الطرفين منتج وحد بيقولك إنه ضعيف، تأكد إن الطرف الثاني عنده نسبة ضعف ونسبة مشاكل. يبقى وقتها لما بكون أنا فاهم النظرية دي كطبيب معالج لتأخر إنجاب، بنحط في اعتباراتي بإيديا الاثنين، بشيل الزوج والزوجة في نفس الوقت. وقلنا من الخطأ إن أنا أعالج الزوج في مرحلة وأسيب الزوج، أو أعالج الزوجة في مرحلة وأسيب الزوج. نسبة نجاح العلاج بيبقى نسبة قليلة، لأن عشان تنجح فرص الإنجاب والعلاج صح بشيل الزوجين علاج في وقت واحد، بقربهم الاثنين نسب، يعني لو الزوج 30% والزوج 40-50%، شلت ده وأنا بعالج ده وهو بيرقى والتاني بيرقى بيقابلوا بعض بسرعة، بكسب وقت، بكسب فرص علاج، بل بالعكس أنا يعني كده وفرت كل حاجة، وبالذات في مجتمعنا، لأن العلاج على حساب الأسرة. وفي أسر كتير جدا من كتر ما بتدوخ وتصرف على العلاج، بيجي وقت ما بنيجي نعمل الصح يكون هم رقم واحد، زهقوا تعبوا ما فيش فلوس. ليه؟ لأن أنا ضيعت الفرصة، أن أنا عالج ده بيكون ده قاعد، بعالج ده بيكون ده قاعد، لأن الاتنين بتعالجوا كل واحد في اتجاه. يبقى قلنا نروح لمين؟ مين يروح الاتنين مع بعض؟ ما فيش حاجة اسمها زوج في اتجاه وزوجة في اتجاه. نروح بإيه؟ قلنا جواز السفر أول حاجة، سائل منوي. كتير جدا من ضمن المشاكل اللي بتحصل ان بعد ما الزوجه بتاخد فرص علاج جامده نيجي نحل الزوج نلاقي صفر. عارف لو لقيناه منتج مفيش مشكله، ما خسرناش كتير قوي، لكن خسرنا حاجه بسيطه. لكن المشكله لما بلاقي صفر بيحصل صدمه، والصدمه دي انا مش عايز اقول لكم بقى ايه اللي بيحصل في الاسره، اضطرابات في الاسرتين، سيبكم من اللي هيوصلوا له بعد كده من مشاكل عائليه. لكن لا ده احيانا لا، طب احنا بقى لنا سنه واثنين وثلاثه واربعه الزوجه دي اتعالجت وخسرت منشطات وتبويض، يعني فرص غير الماديات طبعا. يبقى اول حاجه ببدا بيها السهل جدا تحليل سائل منوي. وقلنا من النقطه دي خرجنا بحاجه، ان في حاجه دلوقتي مصر مشيت مع اليونسكو تقريبا، او مشيت مع العالم في فكره شهادات الزواج، قالت لازم تنفذها عشان تبقى مواكبه للي بيحصل في العالم. طب شهاده الزواج بقت تمثيليه، بقت ورقه بتتختم وتتمضي وخلاص والمأذون ياخدها. المفروض شهادات الزواج غير كده خالص، ده المفروض تحل لي كل المشاكل. لو اللي هو اللي عايز الشاب اللي عايز يتجوز بدا بتحليل سائل منوي. تخيلوا الوضع ده لو طلع في اي انتاج، كملوا جواز اي انتاج، حتى لو حيوان منوي واحد، لو طلع سبرم حيوان منوي واحد في التحليل، لا كملوا جواز، لان الحيوان ده هيبقى الحيوان المنوي هيبقى 2 و3 و10 مليون. لكن لو طلع صفر او اذوا نوقف قبل الجواز ونعيد حساباتنا والعيلتين يعرفوا، ونبدا بدل من اللي بيحصل بعد كده من مشاكل، بعد مشوار جواز طويل ومصاريف وبنت ما بقتش بنت، بقت مدام بعد ما كانت انسه، وبعد شهر واثنين وثلاثه يقفوا قبال بعض، يا اما يقبلوا بعض على مضض، يا اما يحصل انفصال، يا اما يحصل مشاكل. كل ده بسبب ان احنا ما عملناش سائل منوي اللي يتعمل فيه
الزوج هيدي التحليل في الشاب ده هيدي العينه في 5 دقائق، ساعتين ثلاثه هتبان النتيجه. نتيجه الايجابيه هتبقى 80-90%. كام شاب هيطلع عنده مشكله؟ 5%، 2% يطلعوا ازو. ما احنا قلنا جوزوا اي شاب منتج حتى لو حيوما واحد، خلاص اطمن ان البيونتج حتى لو ثمره يمكنه الانتاج بالملايين والمليارات، مفيش مشكله. يبقى اذا دي مشكله بس، موضوع دخول عالم الانجاب بالسائل المنوي ده رقم واحد. لو اي زوجه تخش تخبط على دكتور نسا تقول له جاي اتعالج، او عند اي دكتور مركز جاي اتعالج، فين جواز المرور؟ تحليل سائل منوي موجود، كمله. مفيش تحليل سائل منوي، ارجعوا، ممنوع الدخول الا بسائل منوي. رقم اتنين، جالي السائل المنوي، بفكركم ان احنا قلنا مش بنعالج ارقام، انسوا فكره الارقام اللي مكتوبه في الاوراق، فكره ان لازم النسب دي انسوها خالص، اشطبوا عليها، ادمغوها، سودوها، لا، اي رقم يطلع بقى يمكنه الانجاب، اي رقم يطلع في التحليل يمكنه الانجاب. اذا فكره الارقام في السائل المنوي ما فيهاش مشكله. انا طلعت ارقام، لا ابدا اعدي، ما دوري بقى، دوري في العلاج ايه؟ ان انا اعدي الارقام دي. طب انا هعالج ايه؟ طب هعمل دواء لايه؟ طب هبص لايه؟ لكن ما هو اساسا لو حصل انجاب من الاول ما كانش جولي، انا جولي مش عشان فكره الارقام بس، لا هو حصل تاخر انجاب. ودايما بقول لكم انا بعالج حاله مش ارقام. سائل منوي جه منتج اطمنه. باي انتاج اطمنه، ما تبصش، ما تبصليش للالاف، ما تبصليش للملايين، ما تقولش ده فلان في ياما الاف منجب وملايين مش منجب، ما تبصش للكلام ده خالص. مقابل هذا انا على فكره في نفس اليوم لما بيبقوا الاثنين قدامي بدات اعمل التحليل، وانا بعمل تحليل السائل المنوي للزوج بقول للزوجه ايه المشكله نعمل هرمونات؟ ايه المشكله؟ الزوجه في 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 في, في, في فحصها هي حاجتين، الهرمونات اللي هم اف اس اتش وال اتش والتناسق ما بينهم زي ما قلنا، وبنعرف منهم درجات التكاثر، فان المفروض الاف اس اتش مش هقول يساوي، اعلى من ال اتش حتى لو بسنه او يساويه، دي يعني اقرب حاجه، لكن الذي يبقى اعلى من ال اتش. لكن ال اتش يبدا يعلى الاف اس اتش بيبوظ لي التبويض درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه، تكيس. وقلنا يتعالج ازاي في حالات قبل كده؟ علاج بسيط جدا، ان نعرف معلومه قدامي بسيطه جدا، بعرف ده درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه. اوكي، الكلام ده كله ان شاء الله ممكن نكمله بعد الفاصل، نلتقي ان شاء الله. الرحمن الرحيم، اهلا بكم. احنا وقفنا عند نقطه الست، من نعمه ربنا وتكريمه ليها خلاها في علاج الانجاب ما فيهاش اهانه، خلى نسبه انا عايز اقول 95% فيما فوق من مشاكل الستات في حاجتين بسيط جدا، تحليل هرمونات الانجاب اف اس اتش وال اتش، هرمون اللبن، هرمون الغده الدرقيه، دول بيغطوا لي اكتر من 95%. الكلام ده بقول لكم بعد خبره سنين، وعلى فكره معظم الكلام اللي هنقوله مع بعض في كلام منه في كتب، كلام هتقروه، لكن في كلام هو ده كلام الخبره، كلام الواقع، كلام اللي بنعيشه، كلام اللي بيدينا نتائج يوميا. الفرق في الانجاب ما بين نتائج مكان ومكان دكتور ودكتور هو وقوفه عند كل حاله بتنجح معاه وتفشل معاه، وان انا اتعلم من الفشل زي ما بتعلم من النجاح. من تكريم ربنا للزوجة ما فيهاش إهانة، هو هرمونات الإنجاب ومعروفين، زائد تعصير الثدي وإفرازاته. قلنا قبل كده في كلامنا إن مش كل ست عندها إفرازات مش هتنجب، لا، هي أنجبت وفي حليب نازل زي اللي بترضع، ما فيش مشكلة، مش هقول لها أنجبت ليه، مش هوقف لها الإنجاب، لا، ماشية، تبويضها مش حساس للحليب الموجود أو الإفرازات الموجودة أو للرضاعة. في ست تانية بتبقى التبويض حساس لأقل درجة من هرمون اللبن أو هرمون الحليب. هرمونات اف اس اتش وال اتش التناسق ما بينهم لازم نكون حافظينه، ولازم احنا كدكاترة أو ما بنتخضش، هو ده التكيس بيبان من دي، مش بالأشعاعات، مش بالمتابعة الشهرية اللي بيجي لي ملف متابعة قد كده جرمانين في الشيء الفلاني وعالج تنشيط، متابعة وتنشيط، والبويضة حجمها كذا. يا جماعة البويضة مش بالحجم، مفيش حاجة كفاءة بالحجم، يعني ممكن يعني في فاكهه تجيب اي ثمره، بطيخه، برتقانه، اي كده، تفاحه، حجمها كبير لكن من جوه تلفه،
فيها مشكلة. كذلك ممكن تجيب ثمرة قليلة جدا في الحجم لكن ناضجة كفائتها عالية. كذلك التبويض مش بالحجم. الستات تيجي تقول فرح الدكتور قال لي البويضة شريطة 23 24 يا فرحتي. طب ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. طب بويضة تانية 16 14 ممكن تبقى فرصتها في الانجاب اعلى. كفاءة وليس حجم. الحجم بيديني الشكل الخارجي، والشكل الخارجي في الثمرة عموما وفي البويضات. واحنا كلكم ستات بيوت وعارفين حتى بيض الطيور عموما ممكن تبقى البيضة كبيرة وشكلها من بره حلو ومن جوه فيها مشكلة مش صالحة للاستعمال. كذلك البويضة بتاعت الزوجة أو بتاعت المرأة أو بتاعت الست سهل جدا يكون حجمها كبير ومن بره شكلها جميل جدا شايفه في الاشاعه وفي المتابعه، لكن في الاخر مش صالحه للانجاب. اذا فكره متابعه التبويض دي مش الحاجه السليمه 100%. لا، ممكن لو عاوزين متمسكين بمتابعه التبويض يبقى معاها الهرمونات وعلاج الهرمونات. فكره التنشيط قلنا ان فكره مش كويسه للستات. اولا بتديني مكلفه مجهده للمبيض، بتضيع وقت على الفاضي لان ما وصلتش لاصل المشكله. لو وصلت لاصل المشكله مش هنشط، انا بنشط عشان ما وصلتش لاصل المشكله. لكن اصل المشكله دايما لو في اي لخبطه عند ست في الهرمونات بظبط الهرمونات بيتصلح التبويض لوحده. كل ده مع تحسين فرص الزوج، تحسين الفرص للكفاءه. وعايز اقول لكم معلومه في النص ان الزوج ممكن شكل التحليل يبقى 100% حلو وعاجب كل الدنيا، لكن لا كفاءته قليله. وده الكلام اللي بدا يظهر مع الوقت، وزي ما قلت قبل كده ان حتى بعد الميكروسكوبات اللي اشتغل عليها الدكتور احمد زويل واللي اكتشفوه بعد كده موضوع الالترا والالترا والالترا، اكتشفوا حاجات في الحيوان المنوي ما اتشافتش قبل كده، طبقات خارجيه الحيوان بيشتغل عليها وبتخترق وبيستخدمها ما كانتش موجوده في العلم قبل كده. اذا في حاجات في الكفاءه ما كانتش مكتشفه، مش من المظهر الخارجي، مش بالتحليل احنا بنشوفه كل يوم ان كان تحليل عادي او حتى الكمبيوترايز اللي هو ارقى شويه وبيستعملوه في مراكز الخصوبه. كل ده بيقول لي حاجه واحده بس عاوز اوصل لها، اني من اول قاعده مع الزوجين انا سهل جدا مساء المنوي وهرمونات الزوجه مع تعصير الثدي انتهت الفكره بنسبه هتقولي 95 واكتر من 95%. ايه الحاجات اللي فاضله بعد ان كان هجر بطانه الرحم الانابيب فيها مش عارف ايه الكلام ده كله نسبته قليله جدا على فكره. انسداد عند الزوج نسبته قليله جدا، يعني كام زوج عنده انسداد بيقابلني ورغم ان انا شغال تقريبا على الازو اكتر الازو بيجيني، لا نسبه قليله. كام واحد يجيله انسداد؟ كام واحد يجيله انسداد من المتجوزين؟ كام واحد يجيله انسداد من اللي ما بيخلفوش؟ قليل جدا. كام واحد لا يمكنه الانجاب في عاده الزوج والزوجه؟ نسبه هنقول ايه؟ لو كان 20% من ال 100% بيتجوزوا بيتاخروا فهنقول 10% من ال 20 دول، يعني في كل 20 واحد او اثنين اللي بيطولوا معانا. لكن 15 16 17 من ال 20 اللي بيتاخروا لا بيستجيبوا، ولو بالذات لو ما تاهوش عن بعض ومشوا صح. انا عايز اقول لكم ان في ازواج كتير جدا تحاليلهم الظاهريه جميله. طب ايه المشكله؟ انا عايز اقول لكم من ضمن الكلام اللي هنتكلمه في الابجديات ان يعني انا فاكر في مرحله من المراحل قلت لا انا يعني في ازواج هعمل لهم الدوالي وهم ما عندهمش دوالي، الاشعاب ما بتطلعش دوالي وايديها ما بتقولش دوالي. الغريبه مش ان هم انجبوا، حاجه تانية تحاليله 100% ومثلا عنده دوالي ويعمل الدوالي ينجب. حتى كانت بتتقال ايه، في كلمة اتقالت فانتازيا وانا مش مقتنع بيها بس اتقالت كده، اصل هو ركز وصرف فلوس وعمل عملية وركز ازاي ده مش شغل علم. لا، شغل العلم اللي لسه قايله دلوقتي في حاجات فوق مستوى التحليل العادي بتتحسن كفاءة. لو كان الدوالي لا الشكل العام اللي ظاهري 100% والدوالي مأثرة بنسبة مش واضحة لي في التحليل اللي بنشوفه بعينينا دلوقتي، التحسن اللي بيحصل انا مش شايفه لكن شفته كانجاب. وعلشان كده انا ضد ان الزوج بعد عمليه الدوالي ان يبدا بسرعه يحلل كتير. احنا بناخد خطوه عشان نوصل لحمل وطفل، يبقى مش عيني على الورق، مش عيني بعد العمليه اجرى حلل مره واثنين وثلاثه. انا ما يهمنيش الكلام ده، انا ما يهمنيش ان التحليل كان 70 يبقى 50 بعد العمليه. انا يهمني ممكن ال 70 قبل العمليه 70 بكفاءه قليله بقى 50 بكفاءه عاليه بس يمكن. انا مالي، انت جيت لي عشان تاخرت مش عشان معاك ورقه. لو ما تاخرتش في الانجاب ما كنتش حللت. والكلمه برضو اللي دايما نقولها ما بين قوسين، كل اللي خلف ما حللش واللي ما خلفش هو اللي حلل.
عشان كده احنا ما نعرفش حقيقه اللي خلفه بدون ما يتاخروا، ما نعرفش حقيقه تحليلهم. ممكن يكون تحليلهم في الواقع اقل من اللي ما خلفوش، بس هم خلفوا عشان التحليل قليل في العدد لكن الكفاءه اعلى. ان الفكره دي لو وصلت للناس ووصلت للاطباء هتفرق معانا كتير في خط السمع. هي مشكلتنا بس في الدول العربيه عموما ان دخول المصلحه ما بيني كطبيب وما بين الاسره، المصلحه الماديه، عمل شرخ، والشرخ ده انا معذور فيه والاسره معذوره فيها. انا معذور لان ده بيزنس واكل عيش في نفس، لان انا مش هعمل لك حاجه متطوع الا لو درجه ايمانيه وصلت، ان كان مسلم او مسيحي، درجه ايمانيه واصله بقى ما بينه وما بين ربنا، ما حد درجه الانبياء. لكن في العرف انت جاي لي عشان اكسب منك. فكره ان انا ابدا ادور على اي ثغره ادخل منها، انا على اي ثغره في تحليلك وفي تحليل الزوجه وفي ورقك عشان اعمل ليا شغله. في فرق ما بين دي، فرق ما بين ان انا اشوف ورقك واسدد فيه عشان ما ادخلش انا بثغره، لا تفرق. انا عايزك اقصر طريق ليك، يبقى انا عمال اسدد ثغراتك. وتفرق ان انا افتح ببال ليا. اللي عمل كده المنظومه في العالم العربي كله منظومه وجود البيزنس في النص. والبيزنس ده مش اقول انها حاجه اختلقها الاطباء او الاسر، لا هي كده منظومه عشناها اتلقناها عايشين عليها. لان زي ما قلنا لو اوتوماتيك المراكز الموجوده او النظام الحكومي في الدول العربيه عموما ما عندوش فرصه يعالج انجاب. حتى التامين الصحي يقول لك ما بعالجش انجاب، اجبرت الاسر كلها تتعالج خاص. العلاج الخاص ده خلى اي دكتور فينا يعمل مشروع، عشان يعمل مشروع بيحط فيه فلوس عايز يكسب. فانت لما دخله انت عايز، عارف انه بيزنس وعايز يكسب. دي خلت التكات ان انا اقعد افكر وابدع قليله شويه. فانا معذور عشان المناخ اللي انا قاعده، وانت معذور عشان جاي لي في مناخ مش مناسب 100%. يبقى اذا احنا قلنا ان فكره السائل المنوي، فكره الهرمونات، هم دول هرمونات الزوجه هم الاساس. طب يا ترى اعمل للزوج هرمونات؟ كان زمان، لكن من اخر 5 سنين الزوج اللي ماشي شكله الذكوري كامل ما حاولش العب في الهرمونات، انا بلعب في البرولاكتين والتي اس اتش، لان دول اساسيين في الانجاب والعلاقه الزوجيه. لكن ان انا العب تستوستيرون وانا شايف ذكورته كامله، شعر دقنه كامل، شعر جسمه كامل، صوته كل حاجه في ذكوره كامله، بلعب في التستوستيرون بقلق، الاف اس اتش والاتش العب فيهم بقلق في الزوج بعكس الزوجه. لان لو كان هرمونات الاف اس اتش والاتش وانعكاسهم وعدم تناسقهم ياثر على التبويض في الزوجه، لكن في الزوج اي لعب في هرمونات هياثر له على رجولته بالكامل، على حياته بالكامل، على وضعه بالكامل، بل بالعكس ممكن لو كانه هياثر له على المبيض، على رف، انا اقول على طبق بيض جوه المبيض، على رف بيض جوه مبيض الزوجه، فبالنسبه للزوج ده ممكن يحطم لي الخصيه لو نديت هرمون. اي نعم ممكن يحطمها لي مؤقتا وارجع تاني، بس يا ترى المريض لما الخصة تتحطم هيستمر معايا ولا هيروح يبحث عن غيري؟ في نفس الوقت انا كطبيب عندي استعداد ان لو لقيت نادة هرمونات ارجع لنفسي وفوق الخصة بالاسلوب الصح وابدا استعيد مكاني تاني. ده بقى بترجع لمواويل كبيره يعني، ودي صعبه قوي في العالم العربي. المريض بيتنطط بسرعه ما بين اطباء وما بين مراكز، لان هو للاسف ان عندنا احنا شغفنا للانجاب وارتباط الانجاب دايما بالرجوله وبغيره وبغيره وبغيره، وحبنا لموضوع قطره الاطفال والثقافه اللي احنا عايشين عليها دي كلها بتخلي الاستعجال، ومش قادرين نفهم ان الزوجه بتنجب يوم كل شهر، والزوج مهما كان بينجب يوميا لكن الزوجه يوم في الشهر. فاذا انا لو اليوم ده عدى لاي ظروف عدى شهر في شهر في شهر، انت لو كل شهر رحت للدكتور صعب جدا. الامور عايزه شويه تظبيط معلومه عند الاسر وعند الطبيب. اذا انا عندي زوج يا منتج يا ازو، وعندي زوجه يا عندها تبويض يا ما عندهاش تبويض. لو انا جيت على الزوج شويه وقلت يا ترى الزوج المنتج، قلنا الزوج المنتج يمكنه الانجاب على طول الخط باي وسيله، يمكنه الانجاب، ما فيش حد ضامن انجاب لان ده رزق. لكن الازو احنا قلنا قبل كده في الحلقات اللي قبل ان الازو درجات لتحت، درجات الازو مختلفه، ودرجات الازو درجات لتحت مش لفوق. انا ممكن درجه في الازو تبقى بعيد جدا عن الصفر وده ياخد منه وقت، في واحد تاني الدرجه بتاعه الازو تحت الازو على طول، زقه بسيطه يبدا ينتج الازو، يا انسداد يا انتاج، يا انتاج داخلي، يعني انسداد وانتاج، انتاج داخلي ومحبوس، او انتاج غير كامل، او خصيه فيها احباط كامل. كل ده يا ترى اعرفه باي اسلوب؟ صعب. الهرمونات دليل
كانت لمرحلة بتطمني، لكن حاليا بيجي لي هرمون للزوج وهو آزو، الهرمونات مطمئنة ولاقي الخصية عايزة تاخد مني وقت. في هرمون في الزوج عالي، أنا لسه عامل لحد 20-25 FSH ولقيت الخصية مليانة حيوانات منوية وفيها انسداد. إذن لما ادخل على الازو، اولا اتفقنا المنتج هنتكلم فيه مرحله من المراحل. الزوج الازو لا، عايزين نقف عنده ونبدا نشتغل على مهل مش على مكسب، على مهل. ان شاء الله نفس الخطوات الابجديات هنستكملها في حلقه تانية من ملخص لحد ما نكمل ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.